صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما مكانة تعلم تفسير القرآن في طلب العلم؟ وهل يقدم طالب العلم التفسير على غيره؟ طالب العلم لا يقتصر على فن واحد، لأن الفنون مترابطة ويساعد بعضها على بعض، فيجعل له درسا في التفسير ودرسا في الحديث ودرسا في الفقه ودرسا في النحو، درسا في اللغة، درسا في الأصول، درسا في الفرائض والمواريث، ترابطة بعضها ببعض، لا تقتصر على فن واحد. ولذلك تجدون المقررات في المعاهد والكليات والمدارس منوعة، لأنها يخدم بعضها بعضا ويساعد بعضها على بعض. نعم.